وبركاته طلابنا الأعزاء، صف الأول المتوسط، مدرسة المتفوقين. وصلنا وياكم lesson 9 من اليونت السادس، lesson 9 of unit 6 round up. هذا lesson راح ناخذ round up فقط، التحمية مالتنا أو المراجعة نطلع عليها أيضا، وعندنا الستوري تايم راح يكون في الدرس القادم إن شاء الله. راح نحل بعض التمارين المهمة للطلاب اللي لازم ينتبهوا لها، وهي أيضا مهمة بالامتحان. الراوند أب اللي إحنا أخذنا بالدروس السابقة، how to describe people، how to describe people، شلون نصف الناس. إذا شخص طويل وضعيف نقول he is very tall and thin. tall and thin، طويل وضعيف. إذا هو كان قصير وممتلئ، طبعا هو سمين، هم يسموها ممتلئ، شوي ألطف يعني أكثر كياسة بالكلام. نقول he is short and plump. إذا شعره أبيض نقول he has grey hair. he wears glasses وإلى آخره. نتحدث عن الشغلات أيضا الزمن اللي أخذنا اللي هو future continuous. future continuous بهاي الحالة صار عندنا ثلاث أزمنة هن continuous، three continuous tenses. الأول اللي أخذناه ال past continuous اللي هو I was watching TV when Alaba rang me. هذا حدث يتم بالماضي ويستمر إلى فترة معينة. أنا كنت أشاهد التلفاز عندما ألبا أو أبلا كول رانج مي، من خابرتني لقيت علي. عدنا I am sitting here thinking about what I'd like to eat. هذا present continuous اللي هو المضارع المستمر اللي هو يحكي عن أمور تحدث في وقت التكلم. I am sitting here thinking. أنا الآن جالس هنا. وعندنا الـ future continuous، مستقبل مستمر، يعني تتوقع أنه أنت بفلان ساعة راح تكون دا تشتغل أو دا تقرأ. إذن هو تنبؤ عن زمن أنت راح تكون بوسط حالة من الأكشن، عمل شيء. مثلا نقول at this time on Thursday، في مثل هذا الوقت في يوم الخميس. I will be playing basketball. سوف أكون ألعب كرة القدم. أتعدك لعبة من الساعة 7 للساعة 8. الساعة 7 وربع وين راح تكون؟ راح تكون بوسط اللعب. تقول I will be playing basketball. إذن هذه الكلمات أو هذه أمور مهمة. نجي إلى الدرس مالتنا lesson 8. راح يكون عندنا فقط تمرين صفحة 80 نوعا ما مهم. describe these two men، لازم تعرف شلون توصف هاي هذول الرجال اثنين. طبعا مثل ما نشاهد هذا اطول من هذا وهذا اضعف من هذا، وشنو هذا اللي يلبس. اذن احنا شو نقول؟ نقول توم is tall and quiet. توم is tall and quiet. Quite thin. Tom is tall and quite thin. ونوعا ما شبيه ضعيف نوعا ما. He wears glasses. يرتدي شنو؟ النظارات. Glasses and a black jacket. و جاكيت شبي أسود. he has short he has short and black hair. نفس الحالة مايك نقدر شنقول عنه؟ he is شبيه
short and a little bit أو and a bit شوي fat. نقدر نوخر البيت فات شو نخلي بمكانه and plump وممتلئ. He wears a t-shirt and he wears a t-shirt. He has long and gray and gray hair أو brown hair نقول، ومو واضح طبعاً نقول brown hair. إذن هذول إحنا الصفات مالتهم شلون نوصفها شو نقول عنهم. طبعاً هنا write three sentences saying أولاً what you will be doing at 7 o'clock this evening. الساعة بالسبعة بهذا المساء أو غدا مساء إيش راح تكون شو تسوي؟ مثلا الساعة بالسبعة راح أكون قد جاي أتعشى. أقول I will be شنو eating food أو eating dinner. الثانية واحد يقول لا أنا راح أكون ألعب كرة القدم. واحد يقول I will be watching. أهم شيء تستخدم will be وبها ing الفعل وراء. بعدها نجي الجملة الثانية يقول what you will be doing on Friday يوم الجمعة ايش راح تسوي. مثلا واحد يقول I will be relaxing راح أكون أسترخي. واحد يقول واحد يقول I will be helping my father. واحد يقول I will be at the mosque. كل واحد وإلى طريقته أو إلى طريقة حياته. طبعا راح يكتب جملة مختلفة لكن الضروري بالفيوتشر كونتينيوس will be وفعل be ing will be وفعل be ing هذا اللي هو ضروري. طبعا أيضا لازم تكتب ويا الجملة يعني at 7 o'clock this evening يعني هنا أنا يعني نهايتها زين تقول at 7 o'clock this evening تخليها بالبداية أو بالنهاية. وأيضا بالجملة اللي بعدهن هذني همين نفس الشيء. التاسع للإطلاع، عاشر للإطلاع على سنتين. Extra activities جدا مهمة. Which words go together choose هذا جدا مهم. يا كلمات تروح ويا كلمات الأخرى مثلا يعني يتوالمن وياها تروح وياها بالجملة تابعة إلها. مثلا كلمة plane كلمة plane شنو معناتها؟ معناتها طائرة تروح ويا من؟ ويا airport. بالبداية نجي ناخذ هاي الكلمات معانيهم. ماجازين مجلة، postcard اللي هو البطاقة البريدية، postcard كاميرا نعرفها، kneel أخذناها اللي هي معناتها يجلس يركع بوضع الركوع، وأيضا عندنا airport مطار، وعندنا lake كلمة مهمة جدا معناتها بحيرة. plane تأكيد راح تجي ويا airport طائرة ويا المطار. boat قارب أكيد ويا البحيرة إذن ويا من؟ ويا الليك. وphotograph معناتها صورة أكيد ويا الكاميرا. advertise اللي هو معناتها يعلن راح تجي ويا من؟ ويا المجازين. و holiday postcard والsit ويا النيل معناتها يجلس ومعناتها هنا يركع جلوس نوع من الجلوس. طبعا هذا أيضا الاطلاع جدا جميل. where do people use these طبعا كلمات متقاطعة. the opposite of hot راح يكون شنو cold. c o l دي كله على مود يطلع لنا التحدي مال الكلمة الأخيرة. where do people use these راح تطلع لنا هنا فت كلمة طويلة
بعد ما نملي هذين الكلمات راح تطلع لنا كلمة طويلة. الكلمة الطويلة من تطلع يسألك سؤال يقول لك وين يستخدمون هاي، يعني مو شنو هي، وين يستخدموها. طبعا تحدي للطلاب ونشاط بيتي أيضا. هذا تمرين سي أيضا مهم. Find the odd one out. Circle the word. Odd معناتها غريب، معناتها غريب strange، جد الغريب. وضع طبعا دائرة حولها. أنا راح أحلكم ثلاثة، البقية الثلاثة البقية يعني يكون الطلاب يجتهدون ويطلعوهن، أو أحل اثنين أحسن. نقول أول واحدة uncle brother friend sister، أربعة أشخاص. منو الغريب بيهم؟ الغريب منو؟ friend ليش؟ sister هي عائلة، أخت، brother أخ، كلهم يعودون إلى، كلهم family يتسمون، لكن الفريند مو من ضمن الفاميلي. إذن he is odd. هذا شنو؟ odd out اللي هو strange غريب. jacket glasses t-shirt kimono شنو؟ أكيد الحل راح يكون شنو؟ glasses. ليش glasses؟ لأن t-shirt نوع من الملابس، kimono نوع من الملابس، jacket نوع من الملابس، فقط glasses مو نوع من الملابس. لكن صح إحنا نرتدي هذا ونرتدي هذا ونرتدي هذا، ونظارات منقول عليه يرتدي نظارات، لكن شنو؟ لكن مختلفة، بصورة مختلفة. البقية حل على الطالب. و complete these sentences أيضا هذه جمل مهمة جدا. طبعا كلها بسيطة للي متابعين ويانا. chopsticks العود عيدان الطعام يستخدمه باليابان. uncle تعرفوا أخ العم أو الخال. arrivals hall يعني قاعة الواصلين. postcard kimono plump أخذناها قبل قليل. we meet people coming off a plane in the فراغ، نحن نلتقي بالناس الذين يقدمون في المطار في arrivals home. راح نتلقاهم وين؟ قاعة الواصلين. some Japanese women wear traditional Japanese dress called. بعض النساء اليابانيات يرتدين Japanese dress يعني ملابس يابانية traditional حضارية مالتهم قديمة، تسمى شو نسميها ملابس يابانية؟ كيمونو. إذا شخص أبيت فات نوعا ما سمين، شو نسمي أحسن؟ شو نسمي؟ نسمي plump. البقية على الطالب. أيضا عندنا تمرين جدا مهم اللي هو join these sentences together using suitable link words or phrases. You may have to leave out some words in the second sentences. عندنا هنا جملتين لازم نربطها بمن؟ بعدات ربط. احنا أخذنا أدوات الربط because as well as but وإلى آخره. نجي للجملة الأولى. I'd like to go to the football match. I am too tired. أنا بدي أروح لعبة كرة القدم. أنا شبيه متعب. شو نقول؟ I would like to go to the football match. شنو؟ but لكن I am أو am too tired. أنا متعب جدا. وأيضا عندنا راشد شبيه راشد was very happy. was very happy. ليش؟ he found a pen friend لقى صديق. because إذن because he found a pen friend in France. وجد صديق بالمراسلة في فرنسا. vegetarians نباتيون eat rice and fish. they eat eggs fruit and vegetables too. نقول vegetarians نكملها إلى الأخير as well as شنو؟ as well as eggs
fruits and vegetables. شو نسوي احنا هنا هاي الحالة؟ نحذف they eat الثانية، نقول vegetarians eat rice and fish as well as eggs, fruits and vegetables. She won't talk to me and she won't phone me. ما تحكي وياي ولا تخابرني. نقول she، بس نقدر نخلي فقط كلمة and في النص. She won't talk to me and she won't phone me. أو نقدر نقول or she won't phone me. أو she won't talk to me or phone me. She won't talk to me and she won't phone me. أو or she won't phone me. كلاهما صح. إذن والتمرين الأخير هو الاطلاع قطعة خارجية أيضا تكون مهمة. راح يكون عندنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى فقط الستوري تايم ندرسها، وبعد ذلك ندخل في اليونت السابع. والسلام عليكم ورحمة الله.